مقاربة مؤسساتية سياسية انطلاقة من التنزيل الحكومي للبرامج التي توخى تحقيق الدولة الاجتماعية. والمتصرف والإطار الإداري يعتبر أحد الهيئات التنفيذية الميدانية التي تقارب هذا الموضوع تلقى الممارسة العملية. ربما جميع التدخل ديال الإخوة الأكاديميين تحدثوا على الدولة الاجتماعية، لكن اللب والجوهر هو تحديات لتنزيل هذا المشروع. لأن اليوم تنتحدثوا على دولة اجتماعية، ناقشوا الإخوة الأمور والتضامن والدعم الاجتماعي. أنا تنظن إلا ما كانش الركائز والآليات تنزيل هذا المشروع الملكي، تندوروا في واحد الحلقه مفرغه. نشيروا للمتصرف والدور ديالو في تنزيل هذه السياسات ديال الدوله الاجتماعيه، لان كنركزوا على المتصرف تنزيل المشاريع والسياسات العموميه. كان خصنا نشوفوا كيفاش المتصرف كيساهم في تنزيل هذه التحديات ديال الدوله الاجتماعيه، كيفاش غادي نوصلوها للمواطنين، وكيفاش يواكب المجتمع في جميع الوزارات. وبالتالي نورمالمون الرئيس ديما تيكون عنده واحد الحاجز وواحد مع الموظف ومع المتصرف، ولكن ضروري نظرا للعلاقه اللي كتجمعني مع الموظفين ديالي هي علاقه طيبه. وكنتمنى اننا نكونوا نناقشوا هذا الموضوع باسهاب ونعرفوا كل واحد ما له وما عليه. وكذلك هذا موضوع مهم لانه جا في نموذج التنموي الجديد. النموذج التنموي في كل محطات الحياه ديالنا، لا من ناحيه الاداره ولا من ناحيه المنتخبين ولا من ناحيه البرلمان ولا من ناحيه الامن ولا من ناحيه السلطات كلها، ان النموذج التنموي نزلوه على احسن وجه. انتم عارفين كيفاش خصو يتنزل، ديمقراطيه، الوثائق، الصحه، التعليم الى اخره، مقاربه النوع، ويعطى المراه المكانه ديالها اللائقه في وسط الاداره وفي وسط المجتمع. سي محمد رينا، الرئيس الجهوي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين بجهة رباط صلاة القنيطرة. إذن يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار اللقاءات الجهوية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، والتي اختارت لها كما يظهر في اللافتة ملتقيات الحكامة ومتطلبات تحديث الإدارة المغربية. هذه الملتقيات طبعا الهيئه دابت على تنظيمها، وذلك استحضارا للاهميه التي يلعبها المتصرف من جهه والاطار الاداري في تدبير الشان الاداري، علما ان المتصرفين والاطر الاداريه يسهران بشكل كبير على تنزيل البرامج الحكوميه وعلى تنزيل السياسات العموميه، ويلعبان دورا اساسيا في سير الاداره المغربيه. ومن هذا المنطلق حاولنا أن نناقش مجموعة من المواضيع التي تهم من جهة المتصرف ومن جهة ثانية الأطر الإدارية، نظرا لهذه الأهمية كما قلت التي يتطرقون إليها. حاولنا أن نبرز الأهمية التي يلعبها المتصرف والإطار الإداري في تشجيع الاستثمار. حاولنا كذلك أن نتطرق إلى مواضيع تتعلق بدورهما معا في تنزيل البرامج التنموية، كذلك في تنزيل النموذج التنموي الجديد، علما على ان الجهاز الاداري يعد من احد الاسس الكبرى لتنفيذ او لتنزيل هذه البرامج. فاذا اليوم بدورنا في جهه رباط صلاة القنيطرة حاولنا أن نختار موضوعا اخر استكمالا للمواضيع التي تطرقنا اليها. هذه المره سنناقش متطلبات الدوله الاجتماعية من خلال رصد أهم البرامج التي جاءت بها الحكومة المغربية والتي كان لها أثر إيجابي داخل المجتمع المغربي، كما سنحاول من جهة أخرى أن نتطرق إلى الإكراهات التي قد تكون عقبة في استكمال هذه البرامج. وهذا الموضوع استضفنا إليه مجموعة من الأساتذة الجامعيين ومجموعة من الدكاترة الذين سوف يناقشون هذا اليوم هذا الموضوع بكل جدية وعمق من أجل تفعيل البرنامج ديال الهيئة الوطنية ديالنا كما سطرتها منذ بداية هذه السنة. صادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية للتجمعيين. إذا اليوم تنظموا محطة ديال جهة الرباط صلاة القنيطرة، وهذا تجي في إطار واحد مجموعة ديال الملتقيات الجهوية اللي كتنظمها الهيئة
على مستوى الوطني. المحطة ديال اليوم اختاروا الإخوان ديال الجهة، اختاروا الموضوع ديال حول الحماية الاجتماعية، واللي هو ورش كبير، ورش ملكي اللي كتعمل اليوم الحكومة بكل مسؤولية كتعمل على تنزيله، واتخذت مجموعة من الإجراءات اللي يمكن راه أحس بها ويعيشها المواطنون في كل الجهات وبكل المستويات. إذن اليوم هذا اللقاء كان أطروا مجموعة ديال الدكاترة والأساتذة اللي عندهم اختصاص في هذا المجال، واللي عرفت نقاش قوي كان حمد الله، واللي من خلاله كنوجهوا بأن الحكومة فعلا هي عندما اعتمدت هذا الورش فهي اعتمدته، لأنه فعلا من الأوراش الأساسية اللي عندها بها صاحب الجلالة، ولكن وكذلك لكوني أنه من الشروط الأساسية لتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.